ثعلب الصحراء. عندما أراد كلينتون قتل صدام حسين فأرسل له مثلث الرعب الطائر. في عام 1998 قامت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بإيصال رسالة عبرت فيها عن استعراض للقوة حينما أطلقت عملية عسكرية استهدفت العراق وأسمتها ثعلب الصحراء أو فوكس ديزرت. تلك العملية لم تكلف الإدارة الأمريكية كثيرا، لكنها كانت عالية الكلفة على العراق ونظام صدام حسين. ولم يتم اختيار العراق بشكل عشوائي في تلك العملية، إنما كان الاختيار قائما بناء على قرارات الأمم المتحدة والتي بدأت بفرض عقوبات اقتصادية على العراق بمقتضى القرار الأممي رقم 661، وسبقها في يناير عام 1991 أن بدأت قوات التحالف بحرب الخليج الثانية في عملية سميت عاصفة الصحراء، وهي عبارة عن قصف جوي ضد العراق، وبدأوا بالعمليات البرية التي أسفرت عن تحرير الكويت من القوات العراقية في 27 من فبراير من العام ذاته. وبعدها قبل العراق وقف إطلاق النار، وبعد مرور أيام اندلعت انتفاضة واسعة ضد حكم النظام العراقي، تمكنت قوات النظام العراقي من التصدي لهذه الانتفاضة، وتدخلت الأمم المتحدة من أجل حماية الأكراد وتحديد منطقة حظر للطيران العراقي في شمال العراق وجنوبه. وفي حزيران من عام 1993 قامت الطائرات الأمريكية بشن هجوم على مقر المخابرات العراقية في بغداد انتقاما من محاولة اغتيال الرئيس بوش في الكويت. نستعرض إليك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو تفاصيل ودوافع ونتائج أقصى هجمة عسكرية طالت جيش صدام حسين. دوافع العملية. روج القادة الغربيون لفكرة رفض العراق التعاون مع مفتش الأسلحة ترويجا شديدا، فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على سبيل المثال قبل أن يطرد صدام حسين مفتش الأسلحة التابعين للأمم المتحدة منذ 3 سنوات مضت، فإنهم اكتشفوا ودمروا آلاف من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وعندما اقتربوا من المزيد من أنواع الأسلحة طلب منهم مغادرة العراق. وفي مقابلة شخصية أجرتها البي بي سي أعلن الرئيس الأمريكي حينها بيل كلينتون كيف أنه في ديسمبر عام 1998 طرد صدام المفتشين محاولا إجبار الولايات المتحدة على إنهاء العقوبات. وفي الواقع كانت كل هذه التصريحات زائفة، ولم يطرد صدام حسين مفتش الأسلحة كما أنه لم يرفض التعاون معهم. فقبيل الضربات الجوية في عملية ثعلب الصحراء تم سحب مفتش الأسلحة من العراق، وشرح ريتشارد بيتلر الرئيس التنفيذي لفريق المفتشين الدوليين في مذكراته أنه تلقى مكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة بيتر بيرلي يدعوه لمحادثة خاصة حول مهمة الولايات المتحدة. أخبره خلالها بتعليمات واشنطن اتخاذ إجراءات لتأكيد سلامة فريق المفتشين الدوليين في العراق وأمنه، وبدأ فريق المفتشين بالانسحاب من العراق، ورفض العراق عودة المفتشين ووضعهم بمثابة جواسيس يعملون لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، مما أعطى تبريرا للأخيرة بتنفيذ هجمات عسكرية تجاه العراق. تفاصيل العملية. أنهى العراق تعاونه مع اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة التي تراقب تدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية ثعلب الصحراء، وهي حملة قصف بالقنابل شديدة الانفجار، ومنها قنابل نووية محدودة تستهدف في المقام الأول قتل الرئيس صدام حسين وتدمير البرنامج العراقي الخاص بالأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ومنظومات الدفاع الجوي
وبطاريات الصواريخ الباليستية. وبحسب ما ذكر بعض المحللين الغربيين، فإن الهدف من العملية كان تدمير بنك أهداف لأكثر من 900 موقع عسكري وأمني لحكومة نظام صدام حسين خلال 72 ساعة، وذلك بالاستعانة بالمعلومات التي جمعتها فرق التفتيش خلال عملها في الأراضي العراقية. انطلقت العملية في منتصف ليل 16 من ديسمبر كانون الأول عام 1998 عبر هجمات متقطعة. كانت الهجمة الأولى عبارة عن 400 صاروخ توماهوك تم إطلاقها خلال أقل من ساعة من القواعد الأمريكية في الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، تركزت على العاصمة العراقية بغداد وضواحيها. ولضمان نجاح مهمة قتل الرئيس صدام، أرسل بيل كلينتون مثلث الرعب الأمريكي الطائر، والذي يتكون ضلوعه من القاذفة الشبحية B-1 لانسر والقاذفة العملاقة B-52 ستراتو فورتريس والقاذفة الشبحية B-2 سبيريت، والتي قامت بإسقاط قنابل شديدة الانفجار على مواقع القيادة العراقية والبنى التحتية ومعسكرات الحرس الجمهوري والوحدات الأمنية ومواقع البحوث العسكرية وبطاريات الصواريخ البحرية ومنظومات الاتصالات ومراكز القيادة والتحكم. وتشير تقارير عسكرية بأن عدد القنابل التي ألقيت جوا تجاوز 1000 قنبلة. نتائج العملية: أسفرت العملية عن تدمير بنك الأهداف المرصود من قبل الحلفاء بالكامل، حيث أعلن الرئيس الأمريكي بعد 7 ساعات من بدء العملية أنها حققت نجاحا مبهرا، حيث إنه خلال الساعات القليلة تلك تم إخراج منظومات الرادار والدفاع الجوي عن الخدمة بشكل شبه كامل. أما الهدف الثاني المنشود وهو قتل الرئيس العراقي صدام، فشلت في تحقيقه أقوى القاذفات الأمريكية التي تلقب بمثلث الرعب الطائر، لكنها نجحت في تحجيم القدرة العسكرية للجيش العراقي لمنع استهداف إسرائيل والقواعد الغربية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدوره سهل غزو العراق في العام 2003، على اعتبار أن الجيش العراقي خاض 3 حروب أدت لتهالك جيشه، وكانت عملية ثعلب الصحراء هي القاضية. وعن الهدف الأسمى الذي حققته كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فقد تمكنت من خلال عملية ثعلب الصحراء من إبراز قوتهما العسكرية وإثبات وجودهما في منطقة النفط العربي وعلى مستوى العالم، وهو ما أعلنه كلينتون وسط كبار مستشاريه العسكريين والدبلوماسيين أن المهمة أنجزت بعد 70 ساعة، وأضاف أن الولايات المتحدة ستبقى متيقظة ومستعدة للجوء إلى القوة في حال حاول العراق إعادة بناء ترسانته من أسلحة الدمار الشامل. وشدد كلينتون التأكيد على رغبته التي لم تتحقق برحيل صدام حسين ونظامه ورؤية حكومة جديدة في العراق. أما عن الخسائر، فقد أعلن العراق استشهاد نحو 600 مواطن عراقي بضربات التحالف التي قال إنها استهدفت مرافق مدنية بشكل عشوائي، وأعلن استشهاد نحو 90 عسكريا بحسب وسائل الإعلام العراقية التي حاولت إخفاء الخسارة العسكرية على حساب انشغالها بشيطنة الدول العربية التي يستخدم الحلفاء أراضيها في ضرب العراق وتخوين العديد من الحكومات العربية، في حين لم يتعرض المهاجمون لأي خسارة. وأنت عزيزي المشاهد، شاركنا رأيك عن عملية ثعلب الصحراء، وهل تعرف عمليات مشابهة حصلت في غير العراق؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.